دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو احتفل يوم الحد اللي فات باستقبال وتجليس أسقفه رئيسه الجديد نيافة الحبر الجليل الأنبا أرسينيوس بحضور 14 من أحبار الكنيسة. أقيمت صلوات العشية والتجليس وقراءة تقليد الأسقفية وتوقيع الأحبار الحاضرين عليه، وشمل الاحتفال من بعد التجليس عدد من الكلمات ومنها كلمة لنيافة الحبر الجليل الأنبا توماس أسقف القوصية ومير نيابة عن الآباء الحاضرين. نيافة الأنبا أرسينيوس كان زار مزار مثلث الرحمات الأنبا هيدرا بمطرانية أسوان قبل ما يتوجه للدير، وصلى نيافته صباح يوم الاثنين اللي فات أول قداس بالدير بعد تجليسه أسقف ورئيس ليه. أتابع. احتفل دير القديس الأنبا باخوميوس بجبل إدفو يوم الحد الماضي باستقبال وتجليس أسقفه ورئيسه الجديد نيافة الحبر الجليل الأنبا أرسينيوس بحضور 14 من أحبار الكنيسة. أقيمت صلوات العشية والتجليس وتلاوة تقليد الأسقفية وتوقيع الأحبار الحاضرين عليه، وتضمن الاحتفال من بعد التجليس عدد من الكلمات ومنها كلمة لنيافة الحبر الجليل الأنبا توماس أسقف القوصية ومير نيابة عن الأحبار الحاضرين، وكلمة لنيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم أسقف سوهاج والنائب البابوي للدير منذ نياحة نيافة الحبر الجليل الأنبا هيدرا، وكلمة لمجمع رهبان الدير ألقاها الراهب القس بولا البخومي، وفي الختام ألقى نيافة الحبر الجليل الأنبا أرسينيوس كلمة شكر. وصلى صباح يوم الاثنين أول قداس بالدير بعد تجليسه أسقف ورئيس ليه.